بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل: هل يجوز جمع تحية المسجد مع راتبة الظهر بنية واحدة؟ يصلي الراتبة بنية الراتبة وتكفي عن تحية المسجد، وإن صلى تحية المسجد ثم صلى الراتبة فهذا أحسن، لكن إذا أراد أن يقتصر فإنه يقتصر على الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. نعم، لا ينويها تحية المسجد ويقول تكفي عن الراتبة، لا، العكس، ينويها عن الراتبة وتكفي عن تحية المسجد.